هذا المطعم تاريخ قديم طبعا من 1940 طبعا كأنه معلم أرمني ولكن حج يونس استلموا أكثر الأوقات يعني تقريبا من 60 سنة أكثر يعني ما بعرف المهم يعني وأكلات مميزة اللي عم نطبخ بالسوق عم نجيب الأكلات عندنا مطبخ نحطهم على النار طبعا الروس واللحمة راس طبعا لساعة 12 حتى يستوي أكل طبيعي يعني بخار ما في انه يحط اي مواد فيه بيستوي الحمد لله واكلات عندنا طبعا نخاعات ولحمه راس ومرتديلا بلدي شغلينا طبعا وتحالات والعصب شوربه عدس على ميه لحمه والناس كثير الاستقبال بهالاكل يعني ناس كثير يعني الحمد لله كثير تحب هالاكل طبعا مميز على البلد يعني ما في ببلد غيرنا حدا يسوي هال المواد وطبعا مطعم قديم وقلوا تاريخ وقلوا العريق يعني بالبلد وبيحبوا الناس طبعا كانوا الصغار والكبار عم يتذكروا المحل وطبعا يعني الحمد لله فيه استقبال كتير الحمد لله ونحن الحمد لله مبسوطين بشغلنا والحمد لله صحيح عم نتعب بس مبسوطين لأنه الأسعار كتير بسيطة الراس 9000 مثلا عم نجيبه نبيعه 9000 طبعا ما طبخه ونفخه وخبزه والسندويش سندويشة طبعا نحن مميز سندويشنا صغير سندويشة 1300 ليرة صحن شوربة 1500 والواحد يأكل مرات 5-10-15 على حسب شهوته يعني وما بيعجز منه والحمد لله في طلبيات علينا والحمد لله الناس حتى من يعني الثاني والداني مثل ما يقول الفقير والغني بيحب الأكلات